يسرى تتعرض لموقف محرج جدا. أهلا بيكو متابعي قناة أخبار ترند. اتعرضت الفنانة يسرى لموقف محرج جدا لما كانت موجودة كضيفة في برنامج أبلة فهيطة. سألتها أبلة فهيطة: ماذا لو كنت راجل؟ هتتجوزي مين من الفنانات؟ فضحكت يسرى وقالت إنها لو راجل كانت هتتجوز سعاد حسني ومديحة كامل وكمان نادية لطفي. لو لسه ما اشتركتش في القناة فاضغط على زر الاشتراك علشان نكبر قناتنا، واوعى تنسى اللايك والكومنت، وسلام.